vous parle de ce pack, هذايا pack SOS d'Aven اللي تلقاوه في لي فارماسي والا في لي بارافارماسي. فما لو باك صغير هذايا وفما الباك الكبير. دونك انا اليوم مش نحكي لكم على الصغير اللي انا هذايا حطيته في الساك نتاع نادين وين ما نمشي ديما معايا. هذايا فيه لو تيرمال دافين. دونك الناس الكل تعرفها ديما نحكي عليها اللي هي سيت اون او ابيزانت انتي اريتاسيون انتي انفلاماسيون. نستعملها انا بعد ما نغسل وجهي نفشفشها على وجهي وزيدا وليت نستعملها لنادين. كيفاه؟ نحط في قطنه في الصباح كي تقوم الصباح نحط نبل قطنه بالاو تيرمال اي جو تابوت على فمها نمسح لها فمها خاطر تبدا فمها الكروت هذيك نتاع الحليب. ننظف لها خشمها هكا من برا اي سورتو ننظف لها عينيها من هوني من هوني بالقطنه راهو جو تابوت هكايا لو كوتون كاري هذاك نتاع البيبي. دونك ننظف لها وجهها بيه بعد ما نكمل. نستعمل لا كريم سيكالفات بلس. الوغ لا كريم هذيا كريم ريباراتريس ا يوتيليزي دون فاسون بونكتويل. نستعملوهاش ديما جوست في البيريود اللي حشنا بها. كيفاش نستعملها مع نادين؟ دونك جو مي اون توت بوتيت نوازيت في يدي هكا vraiment بالحق شويتونه ريتو هذيا. نحط لها الكريم هذيا هكا الكونتيتي هذيا كهورا نحط هكا على الحبوب اللي يطلعوا لها بحذا فمها هذوكا. جيساي دو ميتر على الحبوب الحمر اللي عندها. بون انا طبيب قال لي اريتاسيون دو لا بو تنجم تطلع من البزيق اللي تصايب فيه كل يوم وانا نقعد نمسح لها ولا من الكونتاكت مع البافوار دو فاسون بارتي هذي تبدا حمراء وتحبب لها. وفما زاده اللي يقول لك هذيك راهي سي لاكني دو نوريسون كيل كو سوا اكس سي اون اريتاسيون اي انا جو لا تريت بالكريم هذيا. وبالنسبه لينا نحن الكبار نجم نستعملوها زيدا اون كا دو بوزوان. بالنسبه لينا نحن الكبار نجمو نستعملوها زيدا اون كا دو بوزوان كي تبدا عندنا ايغراتونور جرح ولا حاجه والا سيكاتريس تكني. حاب نقول لكم جوست استعملوها اون كا دو بوزوان ما تقعدوش تستعملو بها ديما. الي فات pour une utilisation périodique à cara. Donc tu peux juste t'amlou faire ou la t'amlou à fiouge comme le col. Et nous aide normal à zéda après épilation. تعاوني برشا elle apaise la peau. Donc le pack هذايا le pack SOS d'Aven نجمو لازمكم تشريوه وتحطوه في الساك البيبي نتاعكم en cas de besoin تستعملوه toute la famille. Voilà.